جعفر هو كان متواجد وكان حريص النهارده على متابعه المباراه من هنا وناخد رايه يعني في المباراه. كابتن فاروق برحب بحضرتك يا كابتن، واقول لحضرتك يعني النهارده يعني اعتقد كره القدم النسائيه غريبه شويه علينا، ويعني نقول المستوى ما كناش متوقعين كده قدام تونس. يعني احنا يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا شفنا فريق تونس فريق منظم بيلعب كره مودرن يعني كره حديثه، عندهم متوسط الاعمار بتاعهم مناسب للاداء، في انسجام في تنظيم في الاداء، يمكن واطول انا بتكلم على كده، وانسجام في الاداء، معدلات لياقه عندهم كويسه بشكل جيد، انتشار بشكل جيد. احنا فرقتنا كويسه، عندنا المهارات الفرديه افضل من الفريق التونسي، ولكن الاداء الجماعي مشكله، محتاج تنظيم، محتاج بطوله اولا يعني عشان ما نظلمش البنات، لازم يبقى في بطوله منظمه ومستقره من خلالها ان انت تقدر تختار فريق يمثل الكره المصريه. المرحله الجايه ان شاء الله هنبقى بشكل كبير هنطور في البطوله في الدوري بتاعهم، وانا بدعي بقى كل اسره وكل ام واب ان عندهم اولاد عندهم الميول للكوره وخصوصا البنات لازم يشجعوهم. ان احنا شفنا فريق تونس متهيألي يعني احنا عايزين نقول احنا الكبير بتاع الامه العربيه، صعب قوي ما يبقاش عندنا كوره. تونس عندهم كوره بشكل جيد، باداء جيد، بفكر جيد، بيلعبوا المباراه مستريحين، عملوا جيم كويس جدا. نتمنى ان شاء الله ان احنا في الفتره اللي جايه يبقى عندنا فريق ان شاء الله افضل من فريق تونس، ان احنا قدراتنا المهاريه والفرديه افضل، ولكن الاداء الجماعي محتاج منافسه ومحتاج بطوله. الرؤيه للكره المصريه، رؤيه الكره المصريه خلال الفتره القادمه بشكل عام، خاصه منصب حضرتك اللي هو المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، ايه الرؤيه وايه اللي انت تشتغل عليه خلال الفتره الجايه، خاصه ان احنا في مرحله احلال وتجديد؟ بص احنا دلوقتي الفتره اللي جايه احنا هنشتغل بالورقه والقلم، احنا هنشتغل من خلال برامج، احنا عاملين برامج، عاملين مشروع قدمته لاتحاد الكوره، وان شاء الله المشروع هنطبقه من يوم 15، هنبدا نشتغل في المشروع من يوم 15/3 في كل المراحل، وعايزين الانديه كلها تساعدنا والمناطق كلها تساعدنا، ان احنا مالناش هدف الا مصر ونرجع بالكره المصريه، على سواء من اول كابتن شوقي غريب، كابتن حسام البدري، كابتن علاء ميهوب، معتمد، دكتور جمال، كل الناس دي لازم من خلال برامج، من خلال طموحات، من خلال دوافع نقدر نرجع للكره المصريه زي ما كانت. وان شاء الله اتمنى ان الانديه تساعدنا في الفتره اللي جايه، الفترة الجاية نلاقي إن شاء الله دوري عام منتظم بشكل كويس، وخصوصا في كل المراحل السنية والمناطق كمان لازم تساعدنا، الأندية لازم تساعدنا، مش ممكن نبقى احنا بنصعد اللعيب للدوري الممتاز، وده يمكن من المشروعات اللي أنا مقدمها لاتحاد الكورة، ما فيش لعيب ممكن يبقى لعيبه والدوري ممتاز ويبقى للنادي ويبقى لعيب واعد ويبقى لعيب ممكن عنده فرصة للاحتراف، ولكن كل اللي احنا بنعمله ده وكل المساندة من الحكومة ومن الأندية ومن الاتحادات، الهدف انه ان انت يبقى عندك لعيب دولي وعندك منتخب، فاحنا ان شاء الله هنمشي بنفس المنهج وبنفس الفكر، وان شاء الله طموح يبقى موجود عندنا احنا كاداره فنيه، وان شاء الله هنعمل بطولة المناطق إن شاء الله بداية من 15/3 بدورة المناطق، حوالي 9 مناطق على مستوى الجمهورية من الجنوب لغاية مطروح، ان شاء الله تكون بطولات في كل المراحل السنيه، نقدر يبقى عندنا القاعده كبيره نقدر نختار منها اللعيبه اللي تؤهلنا او تناسب المرحله الجايه وطموحات الكره المصريه. انا بشكرك جدا يا كابتن فاروق، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونتمنى للكره المصريه باذن الله تخرج من كوباتها خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله بمشيئه ربنا، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا طبعا، تحياتي لكم مشاهدينا الكرام.